فريق فيه عناصر عندهم خبره وعناصر شابه. اظن بان هو المزج اللي كيعطي قوه للفريق حتى ممكن يلقى هويته، لان الفريق الحمد لله منذ الاشراف عليه منذ دواه شهر ونصف الان، اظن بانه كان سلسله من النتائج ايجابيه وكان هناك تحسن في الاداء، واداء اظن اللي نتناشر مع جل اللاعبين ونتمناو كذلك حتى يكون ادائنا ان شاء الله جيد ممتاز يوازي حجم هذه المباراه، وكذلك نتمناو ان شاء الله باش نمشي بواحد النتيجه ايجابيه هذا في الشوط الاول، لان عارفين ان مباراه اياب الدار البيضاء وما ادراك ما الدار البيضاء وملعب محمد الخامس كذلك الذي يعد جحيم بالنسبه للفرق الثلاثه. شكرا. شكرا كوتش متعيد.